نجمة تيفي قريبة منكم، مضوية في عيونكم. جات في صفوف الاساتذه يوم الخميس الاسود بسبب تدخل القمعي اقول الهمجي في مجموعه من المواقع اكادير انسكان وغيرها من المواقع التي تعرض فيها الاساتذه والاستاذات لتدخل همجي. كان ردنا ان هذا التدخل وان هذه التعسفات وان هذه الاعتقالات وان كل ما يطال مناضلي التنسيقيه الوطنيه من اساتذه واستاذات متدربات لن يثنينا على المضي قدما في مطلبنا العادل والصالح حتى تحقيق حقوقنا الا وهي اسقاط المرسومين المشؤومين جوج 15588 وجوج 15588 واللذان يضربان بقوه بالتواجد الفعلي لابناء الشعب المغربي من داخل الوظيفه العموميه. بطبيعه الحال هذان المرسومان صدر في الظلام، لم يسمع عنهما احد ولم نوقع عن اي شيء، ونرد على وزير الداخليه ان لا اي هيئه سياسيه ليست هي من تتحمل مسؤوليه في معركتنا، ولكن هذه المعركه هي معركه الاساتذه المتدربين بالملك الجاوي للمهنه الطبيه والتكوين. ان اقسم بالكيران فنحن ايضا نقسم ردا على بالكيران اننا سنستمر في المعركه الى حين تحقيق مطالبنا العادله والمشروعه، ونقول ما لا ياتي بالنضال ياتي بمزيد من النضال. وشكرا لكم على التتبع.